اليوم رح نحكي عن الجسم وكيف الواحد بيخلي جسمه يكون أنحف وأجمل في العلاج اللي هو صفط الدهن. هذا كتير جراحي هالأيام. في شغلة تانية اللي هي سكالبتشر، اللي هي ليزر بتحطه على الجسم مطرح بحط الواحد على بطنه على فخاده مطرح بحب الواحد، بيخلي الدهن يدوب، بتذوب الدهن بلا ما بيقلق أي علاج جراحي.